مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية حارة، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان لا 30 درجة مئوية. أما هاي الليلة رح تكون الأجواء صافية، رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 21 ونسبة الرطوبة 54%. غدا نهارا رح تستمر الأجواء صيفية حارة، رح توصل مع ساعات النهار ل 32، بلا رح تنخفض ل 24. أما يوم الخميس والجمعة كتلة هوائية حارة رح تأثر على المملكة مع عودة الأجواء شديدة الحرارة، رح تسجل نهارا درجات الحرارة 36، بلا رح تنخفض ل 26، ورح تكون الأجواء حارة. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من شمال المملكة، أجواء لطيفة هاي الليلة. إربد 20، غدا 34، عجلون 19، غدا 31، جرش 22، وغدا 35. المفرق 21، غدا 36، الزرقاء 23، وغدا 36. مطار ملك علياء والسلط 21، غدا 32، مادبة 22، وغدا 34، وأجواء صيفية حارة. البحر الميت 28، غدا 42، أجواء شديدة الحرارة. الكرك والطفيلة 20، وغدا 32. معان 22، غدا 34، أجواء صيفية مشمسة. العقبة 25، وغدا 45، وأجواء شديدة الحرارة. رواشد 24، أجواء لطيفة، وغدا 38. ملخص الطقس خلال الأيام القادمة، أجواء صيفية حارة غدا نهارا، كتلة هوائية حارة رح تأثر على المملكة يوم الخميس، وعودة الأجواء شديدة الحرارة. وهلا رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.